احمد فاروق، وتحياتي ليك وتحياتي لضيوفك في الاستوديو. معايا في هذه اللحظات الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي. كابتن حسام، بقول لك مبروك الثلاث نقاط، لكن اصابه حسام عاشور يعني بالتاكيد بتعارك الجهاز الفني وزعلتنا كلنا، لان بعد الفوز والثلاث نقاط والربعيه، لكن اكيد عندك غيابات وبتفكر في مباراه النجم، وحتى النهارده حضرتك في المؤتمر الصحفي اتكلمت ان مباراه النجم اكيد بتشغل تفكيرك حتى في اداء الفريق في مباراه اليوم. يعني تحياتي للكابتن فاروق، كابتن ربيع، كابتن اسامه عرابي، كابتن سمير كمونه، مظبوط كده؟ تحياتي ليكم. خلينا نتكلم عن مباراه النهارده كده، ويعني كل حاجه تبقى بسيطه ان شاء الله. اكيد مباراه النهارده كانت مهمه، والثلاث نقاط كانوا مهمين جدا النهارده، لان زي ما احنا عارفين احنا عندنا مؤجلات، ويعني ترتيبنا حتى في نتيجة المؤجلات دي بعيد جدا، فأي ثلاث نقاط طبعا مهمين جدا في مشوار الدوري، وزي ما احنا عارفين ان الدوري بالنسبة لنا مهم جدا. بيجي في الوقت طبعا ان بترتبط مباراة الرجاء النهاردة بتحضيرنا لمباراة النجم، فكانت مهمة، كان مهم الفوز فيها طبعا على ان الدوري وترتيبنا، وفي نفس الوقت الاعداد لمباراة النجم. لكن اكيد تغييرات النهاردة كلها مرتبطة بمباراة النجم، مش التحضير في طريقة اللعب لا، لكن المحافظة على بعض اللاعبين في عدم الإصابة النهاردة وجودهم، والفوز النهاردة، ومجرد ما اطمننا للفوز يعني حاولت طبعا، كان نفسي التغييرات تبقى أكتر شوية من ثلاثة النهاردة، لكن بنحاول نريح بعض اللعيبة على أساس ما يبقاش مرهقين وما يحصلش أي إصابة. وفي نفس الوقت زي ما أنا النهاردة استبعدت عمرو السولية على أساس عمرو لعب كم كبير جدا من مباراته في الفترة اللي فاتت، وأنا حسيت بحالة الإجهاد اللي كانت عنده، فكان في خطورة إن أنا أشركه النهاردة. فان شاء الله باذن الله كل تفكيرنا في مباراه النجم. انت بتتكلم على الاصابات، هنشوف اصابه حسام عاشور ايه، ولسه في وقت، والمؤشرات يعني ما نقدرش نحسم عنده ايه، وعندنا البديل بشكل كويس ان شاء الله، وربنا يسهل ان شاء الله. هل الوقت هيساعدك انك تقدر تجهز او يكون معاك وليد سليمان، عبد الله السعيد، هشام محمد، شريف اكرامي؟ انا كل دول ان شاء الله جاهزين، لكن هي الاختيارات بقى وتفكيري في مباراه النجم هو ده طبعا اللي هيبقى خاص بيا انا والجهاز، لكن كل دول جاهزين ان شاء الله مباراه النجم. وليد سليمان جاهز، هشام محمد جاهز، عبد الله السعيد بكره هيشارك في التمرينات الجماعيه ان شاء الله، فكلهم هيبقوا جاهزين، ونشوف اصابه وشريف كمان ان شاء الله. هل كنت تفضل عدم اقامه هذه المباراه في التوقيت الحالي للتركيز والحفاظ على اللاعبين؟ يعني نعمل بقى، انت احنا كده عمالين نعمل ضغط على مباراه النجم، عدم التركيز لا، هي مباراه النهارده تحضير، اتعاملنا معاها بالشكل اللي برضه يبقى مفيد لينا في مباراه النجم، اشراك بعض الناس للمحافظه على الفورمه، لكن اما تحقق الهدف النهارده بنريح بعض الناس، بيبقى ما فيش ريسك يعني، فاحنا مش عاوزين يعني نضخم قوي من موضوع مباراه النجم من الناس والاصابات وكلام دوت. التحضير الناس كلها جاهزه، من بكره ان شاء الله هنحضر لمباراه النجم، كل تركيزنا والدوافع عند اللعيبه كبيره جدا ان شاء الله، وباذن الله ونبقى موفقين بالجماهير اللي هتيجي ان شاء الله كمان. رسالتك للجماهير خاصه ان هذه المباراه ستشهد حضور 50,000 مشجع او اكثر كمان، استاد برج العرب هيمتلئ. طبعا انا سعيد في غايه السعاده طبعا لحضور جماهير النادي الاهلي، والكم الكبير اللي هيحضر المباراه ان شاء الله يبقوا دافع وعامل طبعا ايجابي لينا كبير جدا ان شاء الله في المباراه. ودائما انا اقول يعني ان الجماهير دي هي وقود لينا، فان شاء الله باذن الله يبقوا عامل ايجابي لينا ان شاء الله. ان شاء الله في ثقه وفي تفاؤل باذن الله كابتن حسام. باذن الله اكيد كلنا ثقه ان شاء الله، ويبقى بس يعني ندعي ان يبقى توفيق ربنا معانا باذن الله. باذن الله. هتخش معسكر مغلق ولا هتحضر ازاي وترتب ازاي؟ ان شاء الله هنعمل كل حاجه باذن الله. شكرا كابتن حسام. شكرا جزيلا. اذا انتقل لقنا مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي، وبالتاكيد المرحله القادمه مرحله مهمة، لكن بالطبع ثلاث نقاط اليوم في الدوري العام بعد المباراه المؤجله مع الرجاء، والاستعداد للمرحله القادمه مرحله مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. اليك الكلام كابتن محمد فاروق عقب لقاء كابتن حسام هنا من ملعب السلام، ونهايه هذه الاجواء والكواليس لمباراه الاهلي والرجاء في الدوري العام. اشكرك يا محمد.